سلام البنات المتتبعات ديولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم، غبت عليكم هاد السيمانه. كي دايرين؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم جيتكم فيديو جديد بواحد الجوله في واحد المطعم ومنتزه في نفس الوقت عندنا هنا في سيدي بوزيد في مدينه اسفي، فما يفوتنيش نشاركه معاكم باش تاخدوا عليه واحد الفكره. ولا بغيتوا تزوروه مرحبا، تبعوا معايا لا فيديو حتى النهايه، واكيد اكيد غادي يعجبكم المنظر ديال هاد المطعم والاشياء اللي فيه، ويعني الحويجات اللي كيعجبوا الكبار وفي نفس الوقت كيعجبوا الوليدات الصغار. فانا غادي نشارك معكم النهار كله في هاد المنتزه، يعني مشيت ليه في الصباح باش نشوف الجو ديالو في الصباح، ومشيت ليه عاود في العشيه باش نشوف الجو ديال العشيه، لانني عجبني صراحه، عجبني بزاف، وعجب وليداتي وعجب الزوج ديالي. ف يعني كان هو البلاصه اللي كان نزوروها دائما. المهم انا غادي ندير لكم واحد الجوله فيه باش تاخدوا منه واحد الفكره وتعرفوا شنو الحويجات الزوينين اللي فيه. الاطلاله اللي كيطل على البحر، يعني عنده جوج الاطلالات اللي كيطل فيهم على البحر. الاشياء الزوينه اللي مصايبينها فيه، يعني من ديكورات ومن نباتات ومن يعني شي حاجات اللي زوينين كيستحقوا اننا نزوروه وندو وليداتنا ونمشيو نبدلوا الجو فيه. وهنا كيف ما شفتوا هاد البلاصه مخصصينها الالعاب ديال الوليدات الصغار، يعني ديري لهم العاب اللي زوينين ما نخافوش عليهم منهم، ديري لهم رسوم، ديري لهم اشكال، يعني شي حاجه اللي غادي تعجبهم وتناسب السن ديال الوليدات ديالنا. بالنسبه للاسم ديال هذا المطعم فهم مسمينه اسم بوغوغارد، يعني اسم على مسمى، لانه كي عنده واحد المنظر زوين على البحر فسموه على هذاك الشكل. وجا يعني في البدايه ديال سيدي بوزيد عندنا هنا في مدينه اسفي. المهم انا وريتكم البلاصه فين كيكون هذا المطعم، يعني اللي بغى يزوره راه غادي يعرف المكان بسهوله. البنات كنعتذر من الصوت ديالي لانني عيانه شويه، ضاربني البرد، فغيكون شويه الصوت يعني ماشي في المستوى، ولكن قبلوا عليا وصافي. اول حاجه البنات بغيت نشكر البنات اللي عاد اشتركوا في القناه عندي وخلوا لي واحد التعاليق لي زوينه عجباتني وشجعتني الصراحه، كنشكركم بزاف بزاف من هاد الفيديو. واللي باقي ما اشتركش في القناه عندي اشترك، مرحبا به والف مرحبا، ويعني كما كيقولوا الدار داركم. فهاد القناه مازال باقا صغيره وباقا محتاجه مشتركين جداد، وباقا محتاجه يعني الدعم ديالكم، وباقا محتاجه بزاف. طريقنا طريق طويله، فاحنا غاديين كنتظروا دائما التشجيع منكم. واحد التعليق اللي غادي يفرحني ونزيد به القدام ان شاء الله. وكما كتشوفوا نكملوا الجولة ديالنا في هاد الطبيعة وفي هاد المنظر الخلاب كما كيقولوا. احنا شفنا المنظر الفوق ديال الالعاب اللي شفنا ديال الوليدات الصغار، وغادي نهبطوا لتحت غادي نلقاو المنظر ديال البحار.
وهنا كما كتشوفوا البنات عنده هذا الواجهه، كتشوف في لابلاج يعني من الفوق، كتشوف المنظر ديال البحر، كتشوف المنظر ديال هكا لابلاج، يعني منظر زوين بزاف بزاف. وكاينه واجهه ثانيه اللي كتطل على البحر حتى هي، وفي نفس الوقت كتطل على المرسى ديالنا ديال اسبي. وهانتوما كتشوفوا معايا هاد المنظر ديال هاد الطاوس اللي تبارك الله حتى هو رائع تما في هذيك الجريده، كيبقى يدور حدا الناس يعني ما كيخاف من الناس ما حتى شي حاجه. الا شفتي هاد المنظر ديال الطاوس راه اكيد غادي يعجبك. المهم غادي نشارك معاكم الفطور اللي خدينا تما في هاد المطعم. خدينا فطور اللي هو كومبلي، بالنسبه للثمن فثمن كان مزيان بزاف، يعني ما دايرينش شي ثمن اللي غالي، يعني عندهم الفطور كيبدا من 30 درهم والفوق يعني على قد جيبك. فاحنا خدينا فطور كومبلي يعني الثمن الاجمالي ديالو كان 80 درهم صافي، يعني كيما شفتوا هذا الفطور راه فيه اي حاجه بغيتيها، اي حاجه تشهيتيها راه كاينه في الفطور، وكاين حريره، كاين تمر، كاين اتاي، كاين مسمن يعني المسمن العادي، كاين مسمن اللي بالخليع، كاين الكرواسات كما كتشوفوا، كاين الزيتون، كاين زيت الزيتون، كاين العسل، كاين الفرماج، كاين يعني كلشي هادشي اللي كيبغوا الوليدات، كاين العصير وزائد الخليع اللي كان هو اللي حنا زدناه على هذا الفطور اللي كان الثمن ديالو 20 درهم هادي ديال الخليع صافي. يعني شي حاجه اللي زوينه، فطور زوين وتتمن يعني في متناول الجميع.
ومن بعد جولتنا ديال الصباح جات الجولة ديال المساء اللي كان فيها الغروب، سهو غادي نشارك معاكم. صراحة البلاصة فيها حتى الغروب، في واحد المنظر اللي رائع رائع. كنتمنى البنات يعني تزوروا هذه البلاصة وتشوفوا، وغادي تعرفوني علاش كنهضر. كما كتشوفوا الشميشة والبحار، يعني واحد الهدوء واحد الراحة النفسية. اللهم لك الحمد، مدينتنا فيها هذا الخير، اللهم لك الحمد. كنتمنى البنات يعجبوكم هاد المناظر اللي وجدت لكم في هاد لا فيديو. كان ولا عجبتكم ما تنسونيش باللايكات ديالكم وبالتعليق ديالكم. شكرا لكم يا اغلى متتبعات، وكنهديكم هاد الكويز ديال اتاي من هاد المكان اللي كنقولها وكنعاودها، مكان اللي هو يستحق الزياره. شكرا لكم بزاف البنات، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي، والى اللقاء.